السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. فجأة للقائد ورفقاؤه بيريث ديل اتلتيكو مدريد، الكونغور الاسترالي قفز في بيونس ايرس، قفز في الملعب الارجنتيني وعكر صفوة المجموعة وعكر اوراق المجموعة، مجموعة تألقت فيها المجموعة المصرية في البدايات والعبرة بالخواتيم وحسن الختام. 0-0 في التحدي امام البطل الأوروبي إسبانيا، الثيران لم تقدر على الفراعنة. اليوم المنتخب المصري يتحدى بطل الكومبول، بطل كوندو مدينة وسط الميدان الأرجنتين، مباراة ثلاثة الهستوريكا ضد منتخب السيليساو برازيل، وهجوم ضاغط والتوزيعة والكرة بعيدة. هكذا سيناريو منتظر في البدايات، لذلك لخصت المباراة في أول ربع ساعة 20 دقيقة. إذا مصر ما تقبلش هدف من التانجو فأنه الأماني قلت ممكنة. وين العرضية؟ وين الرأسية؟ أخرج الهديس مخرج. تركيز يا شباب، الكرة عرضية، أطلع يا شنة، شنو شنوي يا شن، الهجمة المصرية المعاكسة، نعم يا كرة، الله كان راس راس، كان راس راس، حوتس كرة طويلة، تمشي كرة ممتازة، يمشي رمضان، واحدة ثانية خد دوزيام بال، الكرة الثانية السكند بول، يلعب الكرة منتخب المصري، ناس حجازي، كرة من حجازي، كاس عالم اولمبيك جيمز مثل الشناوي، ليس كل لاعب في مشواره يلعب الاولمبية مثل كاس العالم، الشناوي لعب كل البطولات الممكنة، يا كاس عالم اندية، يا كاس عالم كبار، يا اولمبيك جيمز، حق هذه النفسية مهم جدا في هذه النجاحات. بداية واحدة اثنين، ما يبنيش الهجمة يا حجازي، ترجع الكرة ما يشوت، وميسي نمبر وان من جديد، رمضان رمضان، فيا عاقة يا البلغاري، فيا عاقة يا البلغاري، يضرب يا رمضان جول، مش ممكن مش ممكن، رمضان صبحي من الأول شوت يا رمضان، من الأول شوت، من الأول شوت يا رمضان، يا رمضان ضيعت علينا الشوال وعشورة وجمادي، مش ممكن يا رمضان يا صبحي، مش ممكن يا رمضان. الارجنتين شاد اللعب ومصر هي الاخطر، انا ما اقول لكم مجموعه معناها صعبه وفيش حظ، انا في القرعه، في الكره عرضيه، فرصه ارجنتينيه، رد بالك راني ضايع، يقبل يا ستار، يا ستار يا مانع الاخطار، اكتب لنا خير وحسن الاقدار. التسديده كانت من ديلا فوينتي، ديلا فوينتي لاعب فيليس سارسفيلد، رمضان ما يلعبكش يا رمضان، شوت شوت، مش ممكن، اضرب جول، الله 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 الله، ارجنتينيه رمضان معلم، يا رمضان رمضان، روما 60 اول تصفيات رشحت مصر، والأربع وشوطة، مش ممكن يا ولد، مش ممكن، مش ممكن عاد، مش ممكن بصراحة. 20 دقيقة الأولى درس مصري للأرجنتين، وقت اللي نحيو العقد اللي عنا، الكلاكيع متاع العقد اللي موجودة فينا، وهاو الأرجنتين وهاي البرازيل وها، هلالك يا رمضان، هلالك يا رمضان، الشوطة والفرصة ضاعت، الكرة ضاعت من أحمد ياسر ريان، الأرجنتين، الأرجنتين مش موجود الكرة عن طريق الهجوم، والكرة في الأوت والتماس، فتوح. 25 دقيقة لعب في الشوط الأول، الأرجنتين تواصل، كلاوديو برافو يلعب في البورتلاند في الأملاس في الدوري الأمريكي، وفي خطأ لمصر، خطأ لمصر، كريم العراقي اللي فك الكرة طويلة في العمق، باهية والدفاع لاباس، ما يشوتش، يشوت والدفاع، ترجع الكرة مصرية، الريان يلعب الكرة، أحمد ياسر حط الكرة، رمضان، رمضان صبحي، الكرة منتخب المصري، كرة في الوسط، رمضان في ماتش كبير يلعب الكرة عن طريق محاولة التوزيع، والهربة والدخلة، لمس كرة، اللمسة الأخيرة، اللمسة الأخيرة بمواصفات يا أحمد الكاس، لاعب الأولمبي، لاعب القلعة البيضاء، نادي الزمالك، حلولين مفتوحين الأرجنتينيين، يمشي رمضان، رمضان كرة، محاولة التوزيع، وفي تسلل، في تسلل على المنتخب المصري في قطر للفينال ضد الألمان. ما ينقص شيء الحقيقة الكرة العربية، علاش قلت لك الكلاكية متاع العقد، وقت اللي حكم قال العب،
شاد كرة يا حكم موقف مش معقول. وأكرم توفيقي خارج كرة البلغاري يدز شوية بلغتنا بلهجتنا بلهجة خطيرة جدا من قايش. قايش في تسلل أم لا؟ حكم المساعد ما يرفعش الراية ويقول ركنية لقايش. هذا هو اللي يبقى الخطير، هذا هو كريسبو الجديد في خانة المصريين. ولكن حذاري لابد من التركيز والدفاع على كل كرة. فتوح اليساري فتوح، والكرة ترجع من ضربة ركنية. ركنية ليه 72 يمشي كورة ويمشي شنو شناوي، والكرة في التماس 28-38 دقيقة لعب في الشوط الأول. مصر أحسن برشا كأداء من مباراة إسبانيا. برشا ردباك بالتركيز يدخل 10 تيحلو، برافو برافو، التاكلينج ممتاز الونش. يرجع منتخب الأرجنتيني لركنية. الأرجنتين بدأت تقرب، الأرجنتين بدأت تمس في العظم، الأرجنتين بدأت تقرب من الشناوي. حذاري من الدقائق الأخيرة، هي دقائق دائما اللاعب العربي يصير نوع من الاسترخاء، نوع من التراجع. يلعبوا على التاكة وترجع الكورة، حذاري يخرج الشناوي. محمد الشناوي، محمد الشناوي يتصدى على كورة وهجمة ديلا فيجا. ربحوا، امشي بالراس عالية، توزيع موجودة، حجازي موجود متواجد، وفي خطأ، في خطأ، في فاول صحيح كان بصافرة البلغاري كاباكوف على اللاعب عمار حمدي. كرة في مكان مناسب جدا وسانح في فوق، خلى باركو الكرة، شات الكرة واوت، ضربة مرمى. هذا هو المدرب فرناندو باتيستا، 50 سنة فرناندو باتيستا. يعود أرجنتيني خطيرة، ومرة أخرى قائم وجول. الهدف الأول للأرجنتين في كرة بلياردو، كرة تضرب على القائم ترجع، ورقم 14 يسجل الهدف، المدافع من لانوس فاكوندو مدينة. فاكوندو مدينة يسجل الهدف الافتتاحي في ملعب وتحت قبة سابورو الأرجنتين. كرة فتوح، أول مرة يطلع فتوح، وصل ريان، ريان عرضية وفتوح، والكرة مرت سلامات على الأرجنتين. مانيش نعاود، ما عندهم شيء في الدفاع، مصر لو تضغط تسجل. تماس لمصر، التغييرات قادمة من جانب شوقي غريب عن طريق الطاهر. الطاهر وحدة يا طاهر، بعيدة يا طاهر، بعيدة يا طاهر، بذكريات مارادونا النيل طاهر أبو زيد. تسديدة من طاهر وكرة بعيدة. 17 دقيقة لعب في الشوط الثاني، واحد يلعب كرة طويلة، أليكسيس خطير. منتخب المصري يلعب الكرة، رمضان رمضان رمضان، وركنية جديدة، والمرة الجاية شوت كرة مثل الناس يا رمضان، شوت كرة ركنية تجي واحدة في الشهرين. رمضان 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 رمضان، وين يا رمضان؟